كابتن عادل الشاعري احد نجوم النادي الاهلي والمنتخب الاهلي الليبي طبعا اهلي بنغازي ومنتخبنا مدام اهلي بنغازي وباهلاوي وطبعا طبعا كلنا اللون الاحمر متالق دائما بالزبط. عادل شعري من الاسماء اللامعه ومحبوب جدا ولاعب مميز وما زال يحافظ على ما شاء الله على جسمه وعلى لياقته واليوم استمتعت به الحقيقه في التعليق هو صاحب الهدف الاول صاحب افتتاحيه الهدف الاول كابتن عادل خذ كابتن عادل كلمه لجمهور ومحبينك في مصر ايضا متابعينا وفي ليبيا ايضا يتابعوا فيها الان ونحن في بنغازي واليوم منورين الكباتن يعني اول شيء مرحبتين بيكم وشرفتونا في بنغازي واليوم كان لنا الشرف في مدينه بنغازي في المنطقه الشرقيه ان نجوم زيكم جونا وشرفونا وان شاء الله نكون يعني نحن يعني الضيافه اللي قدمناها ما تتلقش بمستواكم لكن يعني حاولنا نقدم اللي نقدر عليه كده احنا اخوات واهل وانتم بين اهلكم وناسكم وتحيه لكل جماهير النادي الاهلي كبير افريقيا فريق القرن فريق ايه؟ فريق الاهلي فريق القرن إيه؟ فريق هو انت ما سمعتش الورق اللي متقدم في وزاره التموين ولا ايه؟ ما تخليك الف مبروك على الانتصار ومرحبتين بيكم في بنغازي وفي ليبيا وشرفتونا وكل لنا الشرف نحن ان تلاقينا بيكم وفرصه طيبه ان شاء الله كابتن عادل عايز اساله سؤال كابتن عادل الاهلي الليبي وانت ابن اهلي بنغازي يعني الاهلي الليبي عايز اسالك سؤال مهم الاهلاويه كام هنا في ليبيا او في بنغازي بالتحديد واهلي بنغازي اسمه على يعني تفاؤلا بالاهلي المصري لان مجموعه الاهلي ماليه كل الوطن العربي بالضبط طبعا الاهلي هو في الاساس في التاسيس بتاعه كان جمعيه عمر المختار شيخ الشهداء وبعدين تم تحويره الى نادي الاهلي الليبي وهو اسم نادي الاهلي الليبي لكن في ظروف سابقه طبعا تغير اسم فريق الاهلي في طرابلس الى الاهلي اضطروا انهم يضيفوا اسم بنغازي بنغازي واسم طرابلس للنادي هو كان نادي الاهل يعني في اهل طرابلس واهل أهلي بنغازي كان في الاهل وفي الاهلي بعدين تغير الاهلي طرابلس اضطروا انهم يضيفوا اسم بنغازي واسم طرابلس قدام كل النادي نعم نضيف حاجه على سؤال الكابتن او الزميل العزيز عبد الناصر زيدان النادي الاهلي ببنغازي تربطوا علاقه تاريخيه مع النادي الاهلي المصري تمام نعم اللاعبين وعبد الله يرحمه الوحش عبد الصالح الوحش اللي فاز مع النادي الاهلي ببطوله وكاس في ليبيا وكان ايضا الحارس واستعنا بالكابتن عصام عبد المنعم حارس مرمى وعادل وعادل الطعيمه لعبوا في نادي الاهلي وايضا حسن شحاته المدرب التاريخي لبطوله افريقيا في التسعينات في نهايه التسعينات درب النادي الاهلي فارتباط النادي الاهلي مصر وايضا لا ننسى ايضا اسماء كثيره اخذت ولعبت احمد عيد طبعا لاعب نادي الزمالك لعب نادي الاهلي في 2014 في 2008 تمكن كان معنا الكابتن حلمي طولان حلمي طولان لكن ما طولش معنا يعني كانت مرحله خمس شهرين هي ليها علاقه بس عشان تبقوا انتم عارفين اللي فيه في قطر النادي الاهلي القطري في دبي في الدول العربيه في الدول العربيه في السعوديه اهلي جده انا حد قال لي النهارده كده كمان قال لي هو الاسم فيه جزء منه عشان نادي الاهلي المصري فهتلاقي في كل دول الخليج النادي الاهلي تاسس في عام 1907 النادي الاهلي المصري والنادي الليبي تاسس في عام 1942 47 هو 42 جمعيه عمر المختار بس هو سجل بالاهلي 47 نعم الشيخ احمد رئيس الاهلي تسميه العميد يعني مش ندخل ونخوض في هذا الامر يعني يلا يا عم اتشرفت اتشرفت بيك وبنشكركم على حفاوه الاستقبال وانتوا ناس محترمه جدا سلمك ويا رب الامان وانا دايما بقول ليبيا شرفتونا وانتوا جيدكم تو واعطيتوا صوره للعالم انه بالذات في بنغازي شفتوا انتوا ما فيش اي حاجه والله العظيم الحمد لله فضل الله عز وجل وفضل القوات المسلحه والناس اللي ضحت من اجله شفنا كل شيء انت اليوم قدامك انا هقول لك جمله واحده اذا كان ليبيا في القلب والله صدقني ربي يحفظك انت اذا كان قائد القوات العامة اليوم ينزل للملعب ومن غير الحراسات ومن غير تفتيش أمني كبير دليل على أن الأمن في بنغازي بالضبط فضل الله عز وجل الحمد لله السلام عليكم آمين يا رب جمهور الأهلي قد إيه بقى بنغازي؟ نعم جمهور الأهلي قد إيه بنغازي؟ لأنه يقال أن بنغازي أغلبها زملكاوية لا 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 حتى الأهلي هو يقصد الأهلي المصري لا نعرف الأهلي المصري لا بالعكس طبعا انتماء الأهلي بنغازي أغلبية جمهور الأهلي بنغازي من جماهير الأهلي المصري انتماء للون انتماء للاسم لكل شيء
نعم، وبالمناسبة نستغل في بنغازي أندية عريقة، الأهلي والنصر والهلال والنجمة والتحدي والتحدي هذه في بنغازي، في طرابلس في الأهلي طرابلس والتحدي والمدينة والوحدة والظهرة، هذه كلها أندية، ولا ننسى رفيق ولا ننسى الأولمبي كل ليبيا والصقور والتعاون في جدابية والفاق في جدابية ونجوم جدابية وأيضا خليج سرت، ولا ننسى الصقور طبعا في الفريق عريق جدا وعميق من أعمدة الكرة الليبية يعني طبرق طبعا ودارنا دارنس والأفريقي والأخضر لا ننسى ذلك والمروش المارش نهاية العام هذا نادي صقور يحتفل بالمئوية إن شاء الله تعتمد 1922 إن شاء الله تعتمد لأننا لا ننسى اتحاد حتى الآن هو العميد اتحاد لا ننسى ذلك صح والكرة منيح نحن ليبيا وحدة واحدة بنغازي طبعا هي تجمعنا تجمع ليبيا وكما جمعتنا اليوم في هذا الاحتفال ليبيا تجمعنا في بنغازي وأيضا سنكون في طرابلس عاصمتنا الغالية وفي مصراتة وفي سبها وفزان وطبرق وجدابية وكل مدن ليبيا وسرت لا ننسى أي بقعة من الأرض ليبيا الحبيبة حبوها حتبنوها.